تقول ألمانيا التي تعد شريكا رئيسيا في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إنها تتطلع إلى تصدير خبراتها في بناء البنية التحتية إلى السوق الآسيوية. هناك أسباب هامة عديدة توضح لماذا شارك كل من الصين وألمانيا معا في إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. هذا البنك الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتمويل البنية التحتية في آسيا، ويوفر البنك فرصا وأسواقا جديدة للشركات الصينية التي تسعى للتدويل، كما ستستفيد الشركات الألمانية من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الآسيوية.